call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو راح نكمل المهمة الثانية والإضافية اللي تجيكم مع البريميوم إديشن من اللعبة. خلصنا التحدي الأول تحالف الهش، والحين فضة ملطخة بالدماء راح نخلصه مرة ثانية. بس في البداية أحب أن أعلنكم عن giveaway. مثل الفيديو الماضي في giveaway بيستمر لمدة أسبوع من الأمس، من فيديو الأمس لمدة أسبوع وبعد ذلك نسحب. giveaway هالمرة واليوم عبارة عن لو تدخل على موقع أويه، الموقع سبونسر اللي معانا، وتقدر تشتريوا أي أسلحة تريد تشتريوها من هذا الموقع. تقدروا انكم تاخذوا البلو سبكتر، اسم السلاح اللي هو الطيف الازرق، قيمته 10 دولار. احنا نحطه في اللعبه كجيف اواي، فاذا تريدوا تربحوا اذا هذا السلاح بعد ما ربحتوه، فتقدروا انكم تسوي ريتويت للتغريده وان شاء الله تكونوا فايزين معنا. هذا الجيف اواي رقم 1. الجيف اواي رقم 2 راح يكون لما نوصل تقريبا على 600 متابع، بيكون لعبه كامله البريميوم، مش البريميوم، ستاندرد اديشن للعبه او قيمتها. فكذلك تابعوا القناه وانتظروا هذا التحدي او هذا الجيف اواي ينزل. فنبدا في ضمن الطخه بالدماء ونشوف ايش فيها. يعني حتى ما في ديالوج ولا شيء، بس كذا. لا خلصنا ان نكسب صعود ونسوي له تقديم. فهل هذا هو التحديين الموجودين في البريميوم اديشن؟ معقول يعني اللاعب يروح يشتري بريميوم اديشن بقيمه كم؟ 20. كم قيمه البريميوم اديشن توقع؟ 20. اوكي، اعطوني هذا سيزون 1 توكن. بس كأنه سلمنا الصعود، أعطانا 500، حتى ما في ديالوج ولا في أي شيء. أحس إنه تمت سرقتي صراحة في هذا اللعبة. تم اكتساب علامة المهرب. إذا خلصنا، ما في حاجة إن نلعبها. كنت على بال إن هذا الفيديو راح يكون شوي أطول، فلذلك وش نقدر إن نسوي؟ خلينا نسوي عملية نهب لحصن على الأقل. نشوف حصن نسوي فيه عملية نهب. بصراحة هالسفينة الساند بوكس قوية في اوكي، حتى الحصون اللي هنا شويه قويه، فما اقدر اهجم عليها الا اذا رحت براكوسا، وبراكوسا اوريدي انتقمت منهم فما يحتاج. إذن 3 دقائق، هل خلص انا الفيديو هنا ولا ما في حاجه اني اتكلم عنها بصراحه؟ يمكن يعني مثل ما شفتوا التحدي هذا اللي سويته، او الستوري ميشن اللي ظهرت لنا قبل شوي، ما مطلوب فيها اي حاجة، يعني حتى ما تروح تنهى بحد او شيء، فقط انك توصل لتشيرلوك صعود، والحظ انه كان عندي صعود، فما احتجت اني اسوي اي شيء. خلينا نشوف هنا اذا نقدر اذا نشتري حاجة مثلا من هنا. عندي مبالغ كبيرة، بس اللي هي هذه المبالغ العملة السيادية، بس ما في حاجة تستاهل اني اخذها. هذا جميلة، هذا حلوة واجب، هذا حلوة. بس لاني خسرت وما شريتها في الفترة اللي كانت فيها سعرها ارخص، فالحين ما احب اني اشتريها واشوفها شوية رخيص غالية يعني على السعر. اتوقع ان بنهي المقطع هنا، ما بيكون مقطع طويل، و فقط يكون عن الجيف اواي. اذا كنتم ما مشتركين في الجيف اواي، تشوفوا في الرابط بتلاقوا رابط للصفحه في اليوتيوب، في التويتر، ورابط التغريده في التويتر. تدخلوا على الرابط و
تسوي ريتويت وتسوي متابعة للقناة في اليوتيوب، وإن شاء الله تكونوا فايزين معانا في هذا الجيف أوي. الجيف أوي رقم واحد، الجيف أوي رقم اثنين إن شاء الله لما نوصل 600 متابع بنسويه، لكن ما بيكون مربوط بالوقت. هذا الجيف أوي مربوط بالوقت لمدة أسبوع واحد وبعدين نسحب. الجيف أوي القادم بيكون مربوط بعدد المتابعين من 600 لحد ما نوصل 750 إن شاء الله. انتقدها ونشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.